الجميل احمد حاتم، اهلا بيك، برحب بيك في موقع صدى البلد. أهلاً. اول فيلم اكشن تعمله حسن المصري، عايزك تقول لي كواليس اختيارك للدور كانت ايه؟ استاذ جابي خوري هو اللي كلمني، هو اللي اختارني، وقعدنا قريت واتكلمنا واتفقنا ان احنا نحاول نعمل فيلم حلو ان شاء الله، يا رب يبقى حلو. واشتغلنا على الورق كتير ووصلنا لحاجه عملنا فيها كل اللي نقدر عليه، يا رب الناس تحبه. اللي شدك في الدور؟ جديد تماما، وسواء يعني من جوه ومن بره، يعني مش بس اكشن، لا هو دور جديد على بعضه. احمد انت بتعيش انت عشر سينمائيه، وفي فيلم الملحد هيتعرض الفتره الجايه، وكان عليه اثاره للجدل شويه بسبب الاسم، وقالوا ان في تغيير الاسم، هل فعلا حصل تغيير الاسم ولا دي كانت؟ لا كان في فكره انه في وقت فعلا، بس كانت من رغبه صناع العمل يعني، و غالبا هيفضل زي ما هو. طب ايه طبيعه دورك فيه؟ دور يعني مش بالظبط. طب قول لي ايه الصعوبات اللي واجهتك في الفيلم حسن المصري؟ والله مش صعوبات، لان كل حاجه بنتمرن عليها، يعني سواء اكشن بنتمرن عليه، سواء ادوار صعبه بشتغل عليها مع اكتين كوتش او مع نفسي، يعني حسب انا عايز ايه. اوكي، الاعمال المنتظره في اعمال دراما ولا في مسلسل بشتغل عليه كده 10 حلقات هيبقى اوف سيزون؟ ان شاء الله. شكرا.